بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور، سر محمد البداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد مجل الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتاح النبوة بقول وما وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ويحكم ما يريد بعزته. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك إيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم اختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. ونقول جميعا سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه، للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي ولاء، البخاري مولدا ومنشأ، الخرطنكي وفاة ومشهدا، المولود سنة 94 و100 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 56 و200 من الهجرة النبوية الشريفة، عن عمر يناهز 62 عاما، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، أمين. أما بعد، نكمل الأبواب الواردة في كتاب المناقب بعدما انتهى الإمام البخاري من ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذكر سائر الأنبياء، بعد كتاب الأنبياء
وذكر بعد ذلك مناقب الصحابة إجمالا، ثم انتقل إلى ذكر مناقب المهاجرين وبعض أسمائهم من مشاهير المهاجرين، ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر مناقب الأنصار وذكر بعض أعيان الأنصار، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم على أحوال الجاهلية قبل الإسلام وما كان فيها، ثم بعد ذلك تكلم على مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان بعد مبعث النبي من حيث الترتيب سيدنا أبي بكر الصديق أول من صدقه وأسلم من الرجال، فناسب أن يذكره مرة أخرى بعدما ذكره قبل ذلك في مناقب المهاجرين، فقال: باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه يقول: حدثني عبد الله بن محمد الآملي قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن بيان عن وبرة عن وبرة اللي هو وبرة بن عبد الرحمن بفتحات هكذا وبرة عن همام بن الحارث قال قال عمرو بن ياسر أحد السابقين البدريين صاحب الهجرتين والذي توفي بصفين، وتكلمنا عنه قبل ذلك، سيدنا عمار بن ياسر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما، فكان كثير من الصحابة إذا اختلط عليهم أمر يسيرون على اختيار عمار، لأن النبي قال: ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. قال عمار بن ياسر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان، اللي هي ستنا خديجة، المرأتان ستنا خديجة أمنا وأم المؤمنين رضي الله عنها، وأم أيمن بركة الحبشية أو سمية، يحتمل دي وتحتمل دي، لأن سمية أيضا أم عمار بن ياسر راوية الحديث كانت ممن أسلم مبكرا. والخمسة أعبد قالوا هم بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة كل الخمسة اللي هم من أوائل العبيد الذين أسلموا، بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وعبيد بن زيد الحبشي وامرأتان، وهم سيدتنا أمنا وأم وأبو بكر، لأنه أول من أسلم من الرجال الأحرار سيدنا أبو بكر. احنا حكيت لك انا القصه في الاول المقدمه، احنا خلصنا الكلام على الانصار وخلصنا الكلام على الصحابه وانتقلنا الى حال الجاهليه ثم بعث النبي ثم بدايه من اسلم، فهو ابتدي بيحكي لك الاول بقى ما احنا قلناه في المقدمه، لماذا رتب الامام البخاري هذه الاشياء، ارجع للمقدمه تجد الاجابه في مناقب أبي بكر نفسه، أبي بكر لأنه كان أول من أسلم، وهنا يريد أن يحكي الإسلام من أوله من بعد البعث، فهو انتقل إلى موضوع آخر يحكي الإسلام وحال النبي في مكة في
مكة، ثم الهجرة الأولى للحبشة، ثم هجرة النبي بعد ذلك، وذكر قبل الهجرة. كل ده هنبتدي بقى نتناوله بالتدريج. يعني هو يريد أنه يرتب أفكارك وذهنك من حيث الترتيب الزمني. وأبو بكر، وكان هو أول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين بالقيود دي، حتى نخرج سيدنا علي لأنه برضو أول من أسلم ولكن كان صبيا. سعد بن أبي وقاص، وقصة إسلام سيدنا أبي بكر. أولا سيدنا أبو بكر منذ أن ولد لم يسجد لصنم. أبوه وهو صغير أرسله، أدخله على الأصنام وقال هذه آلهتك فتسجد لها. فلما انصرف أبيه، هو يحكي عن نفسه سيدنا أبي بكر، فنظر إليها وكان إني عار فاكسوني، لم يجيبوا. إني جائع فأطعموني، فلم يجيبوا. فقال إني مهزوم فانصروني، فلم يجيبوا. أوقع واحد منهم على وجهه وقال إن كانت بك قوة فلتمنع نفسك عني. كل وهو صغير، فدخل أبوه فوجده على هذه الحالة، فحذره أن يفعل ذلك مرة أخرى، وذكر ذلك لأمه خائفا عليه. فقالت والله إن ابني هذا عتيق، وقد رأيت في رؤياي أنه وزير النبي الخاتم. يعني منذ الصغر وهو معروف ولم يسجد لصنم قط، وعاش متاجرا، وكانت بينه وبين النبي صداقة منذ صغره وفي شبابه وفي كهولته، ورأى رؤيا فحكاها لأحد الرهبان في الشام، لأنه كان رأى رؤيا فقصها إلى أحد رهبان الشام، فقال إن صدقت هذه الرؤيا تكون وزيرا للنبي الخاتم. أوحي للنبي في مكة بعد هذه الرؤية بعشر سنوات أو عشرين سنة على اختلاف الروايات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فوقف سيدنا أبو بكر لحظة فقال اشهد أني رسول الله بأمارة رؤيتك التي رأيتها في الشام. والنبي ما كانش يعرفها، فقال بلا تردد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فلم يتلكأ. دي من ضمن يعني إيه قصص كثيرة في قصة إسلام أبي بكر الصديق مذكورة في كتب المناقب والسير. باب إسلام سعد بن أبي وقاص. وهو سعد بن أبي وقاص اسمه أبو وقاص، ده اسمه مالك اللي هو أبوه، أبي وقاص دي كنيته، اسمه مالك ابن وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. كلاب اللي هو المغيرة، اللي هو حكيم، اللي هو جد النبي، فيجتمع نسبه مع النبي في ايه؟ في كلاب اللي هو حكيم، ومرورا بزهرة اللي هي يجتمع نسب أم النبي مع أبو النبي. وعشان كده كان يقول لسعد خالي لأنه قريب من جهة الأم. أيضا قديما وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه. وعنه به قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة، وفي روايات لأبي ذر عن البخاري أبو ذر الهروي يقول حدثنا ما كان أخبرنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة، يعني أبو أسامة حماد بن أسامة يعني ابنه على اسم أبيه. قال حدثنا هاشم اللي هو هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص،
يعني جد عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، فهمت بقى؟ فتلاقي الأسانيد كلها كأنهم بيحكوا أقاربهم، كلهم بيحكي ما حدث لعمه وما حدث لجده وما حدث، لأن هم دول أبناء الصحابة وأحفاد الصحابة. وما لا يوجد مسلم يسير على الأرض الآن إلا وتجده إما جد من أجداده صحابي أو جد من أجداده نبي، يعرف دي كويس. لكن لأن الناس ما بقتش تهتم بالأنساب، ففي ناس كتير فقدوا نسبهم. يعني مش يعني كنت قاعد أقرأ في أحد الكتب، في بلد في الصعيد اسمها بني عدي، مش كلنا بنسمع عنها؟ عارف بني عدي ليه؟ لأن عدي بن حاتم الطائي في فتوحات مصر في الصعيد قتل ودفن هناك في مصر، وترك أبناؤه في منطقة عاشوا فيها فسميت بني عدي. فدول أبناء عدي بن أبي حاتم الطائي اللي عايشين هناك في بني عدي، احنا نقول عليهم صعايدة، وهم أبوهم صحاب، وهكذا. فتجد أن الصحابة انتشروا في البلاد، ولا يوجد واحد مسلم يسير على الأرض إلا وتجده يمتد نسبه إما للنبي أو لسيدنا محمد يعني، أو لأحد الصحابة أو لنبي من الأنبياء. لأن إحنا جايين منين؟ مش من آدم؟ فكل من على الأرض أبناء أنبياء، لأن أبونا آدم نبي، وكل من على الأرض أبناء آدم. فأنت لما تيجي تدرس الأسانيد وقرابة الأسانيد تعرف الحكاية دي، تدركها جيدا، إن الأسانيد متصلة مسلسلة بالخبر وبالسماع وبالولادة. يعني بيحكي أبوه بيقول له إيه، وجده كان بيقول له إيه، وجد جده كان بيقول له إيه، لحد ما توصل للنبي هكذا. فيقول حدثنا هاشم، إحنا قلنا هاشم ابن هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، عتبة ده أخو سعد، وهم بيتكلموا على إسلام سعد كأنه بيتباهى عمه، فهمتني بقى؟ قال سمعت سعيد بن المسيب، قال سمعت أبا إسحاق، وأبو إسحاق دي كنية سيدنا سعد بن أبي وقاص، قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مات سنة 55 هجرية سيدنا سعد بن أبي وقاص، يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه. يعني كأنه بيقول اليوم اللي أنا أسلمت فيه هو أول يوم أسلم فيه أي إنسان، كأنه ده على مقتضى علمه، على حد علمي، لأنه هو أسلم بعد سيدنا أبي بكر، لكنه بيعتقد من شدة قربه لبداية مبعث النبي وإسلامه إنه ما حدش أسلم. يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه. لما النبي في أول يوم قال أنا رسول الله، كان هو من أوائل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يبقى بحسب علمي، لأن ستنا خديجة قبل، سيدنا علي قبل، ستنا فاطمة النبوية، لأن بيت الأول مش كده برضه، لأن قبل ما ياخد خبر من البيت بنى على حد علمه. ولقد مكان هكذا بفتح في وضمها لغتان صحيحتان، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام من البالغين. لأنه لما سيدنا سعد بن أبي وقاص باب ذكر الجن وقول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. والجن احنا اتكلمنا عليهم في باب بدء الخلق، لما اتكلمنا على الملائكة واتكلمنا على الجن وعلى إبليس، وتكلمنا على هذا كله قبل ذلك. وخلاصة القول أن الجن كائنات لطيفة، لطيفة يعني غير كثيفة، يعني ليست
ترى بالعين المجردة، لأن العين المجردة لا ترى إلا الكثيف ولا ترى اللطيف. اللطيف اللي هو إيه؟ اللي هو الموجات، إلكترومغنيتيك ويفز، يعني الموجات الكهرومغناطيسية، هذه لطيفة اللي هي طبيعة الضوء. الضوء ده أنت بتشوف أثره لكن ما بتشوفش موجاته، واضح؟ لأنه موجات كهرومغناطيسية. فالكائن اللطيف مخلوق من موجات كهرومغناطيسية، يعني ضوئية، يعني من نور، والنور ده في جزء منه له حرارة وجزء منه نار، خلق منه نور بلا حرارة. الملائكة خلقت من نور والجن خلق من نار، والاثنين بينوروا النار كانت لطيفة خلقت، اللي هي الموجات التحت الحمراء في جزء بين البنفسجي والأحمر، تدرجات ألوان الطيف كلها، هي دي الموجات اللي تقدر العين تشوفها، كويس؟ طب ما تحت الأحمر وما فوق البنفسجي موجود لكن لا تراه، واضح؟ موجود ولا تستطيع. يعني لو ركزت على ورقة تولع، وما فوق البنفسجي ما يحرقش، يوم يخترق، عنده قدرة على الاختراق، ومنه الأشعة السينية. انت تروح تعمل أشعة تقوم تخترق جلد وبعدين يبان عظمك، يقول لك ده في كسر، ما فيش كسر. طب ما كده مجرى الدم دون ان تتألم، ويبقى عندك خاطر ملكي، خواطر الملكية، زي ما بتخش لك الأشعة السينية جواك كده، وانت لا ولا يحتاج ان هو مثلا يتفتح له باب عشان يدخل، ده ممكن يخترق الجدار لانه لطيف. لطيف لطيف يعني غير كثيف، فهمت بقى المسألة؟ وكذلك الجن بنفس الصورة، كائنات لطيفة يعني لا ترى بالعين المجردة، خلقت من نار، توصف بالذكورة والأنوثة بخلاف الملائكة، لا يوصف بذكورة ولا بأنوثة. الملائكة منهم ذكر ومنهم أنثى، واضح؟ وهي أجسام لطيفة. فإحنا اتكلمنا على الحاجات دي بالتفصيل، لو رجعت للدرس بتاع بدء الخلق والكلام على الجن هتجد إيه كلام كتير، والناس تحب الكلام على العفاريت، تحب قوي، يا سلام عندهم الكلام على العفاريت ده يعني مزاج. ولكن على أي حال، الإنسان بطبيعة خلقته أقوى من الجن، لأن بطبيعة الخلق، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لأنه رب العالمين، رب البشر ورب الجن، فلما خلقك خلقة متينة جعلك لا ترى الخلقة الضعيفة، لأن الضعيف هو اللي يحترز من إيه؟ من القول. وجعل الجن يراك وأنت لا تراه، ليس عقوبة لك بل حماية للجن، لأنه أضعف منك، لأنك أنت كثيف وهو لطيف، وللاختبار في إيماني بالغيب، ليختبرك انك تعلم ان في كائنات موجوده معك وتعيش معك وانت لا تراها. فالناس اللي بتخاف من العفاريت ما يصحش، لان العفاريت هو اللي يخاف منك، اعرف دي كويس.
باب ذكر الجن، ولم يخرج من الجن رسول ولا نبي خالص. الرسل والأنبياء من بني آدم لأنهم أعلى درجة من الجن، والرسل أعلى درجة بني آدم، كويس؟ فالرسل والأنبياء جميعا من بني آدم، وجميعهم ذكور على الراجح بل شبه إجماع، إلا من خرق الإجماع. قليل من العلماء قالوا أن ستنا حواء كانت نبية، وستنا مريم بن أم سيدنا عيسى نبية، وآسية امرأة فرعون، وأخت وأم سيدنا موسى عشان أوحينا إلى أم موسى. فقالوا بأن النبوة لا يشترط فيها الذكورة، ولكن هذا القول ضعيف، والراجح أن النبوة يشترط فيها الذكورة لأنها تحتاج إلى الاختلاط بالرجال وبلاغ دعوة الله، وهذا لا يناسب النساء كثيرا، واضح؟ لكن النساء ممكن تصل لدرجة الصديقية، أعلى درجة تصلها المرأة هي الصديقية، وهي درجة الكمال. وكمل من النساء أربعة، قال النبي هكذا، كمل من النساء أربعة، اللي هو ستنا مريم ابنة عمران، وأمنا خديجة، وآسية امرأة فرعون، وأمنا سيدتنا فاطمة النبوية الشريفة بنت نبينا عليه الصلاة والسلام، فاطمة الزهراء. باء سيدنا سليمان، ما كان معاه من ضمن المسخرين في خدمته جن، كان يأمرهم ويأتمر بأمره، فكانوا يجبون البحار ويجيبوا له جواهر ولآلئ من البحار، وكان يسخرهم في بناء بعض الأشياء وفي تشييد بعض الأشياء وفي إرسال رسائله إلى البلاد وغير ذلك، تسخيرا له. والنبينا صلى الله عليه وسلم عرض عليه ذلك فأبى صلى الله عليه وسلم، وقال حتى لا أنافس أخي سليمان، كأنها عرضت عليه ولكن احتراما لدعوة سيدنا سليمان، مش عرض عليه عفريت من الجن في صلاته فقبض عليه صلى الله عليه وسلم وقال كده، حتى وجدت برد ريقه على كفي خنقه، وكدت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة، ثم تذكرت دعوة أخي سليمان فتركته. يبقى ما من نبي أوتي خصيصة إلا والنبي أوتيها، فاستعمل ما استعمله وترك ما تركه صلى الله عليه وسلم على وفق مراد الله عز وجل، لأن كان اختيار النبي واختيار ربه صلى الله عليه وآله وسلم. والجن مكلفون، مكلفون يعني لهم القدرة على المعصية، قادرون على المعصية، يعني أقدرهم الله إنهم يسمعوا الأوامر ويخلفوه، يعني جعل لهم مشيئة، شاء الله أن تكون لهم مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله أن تشاءوا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله أن تشاءوا، فإن شاء ألا تشاءوا لكنتم مسيرين غير مختارين، ولكن شاء لكم أن تشاءوا فحاسبكم على المشيئة، وإن كنت لا تشاء إلا ما يشاء، لأن القدر معلوم. باب ذكر الجن وقول الله تعالى قل أوحي إلي. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الوحيد في الأنبياء، باقي الأنبياء أرسلوا للإنس ولقومهم خاصة، وآمن بهم الجن لاختلاطهم بالإنس بس، لكن لم يرسلوا للجن، لكن من سمع بخبرهم من الجن آمنوا بهم على سبيل أنهم وجدوا عندهم هداية. فهناك من الجن يهود، وهناك من الجن نصارى، وهناك من الجن من تبع سيدنا نوح ومن تبع سيدنا إبراهيم،
وهناك من الجن المسلم من يحضر درس البخاري ودروس المسلمين ويحضرون الجماعات معنا ويصلون بين الأعمدة في المساجد المسلمين ويحضرون معنا حيثما حللنا، لأنهم يعيشون على نفس الأرض فموجودين معنا. وقهرنا الله فلا نراهم. باب ذكر الجن وقول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. والنفر 13، النفر عند العرب يعني 13. وعنه به قال: حدثني عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد ابن أسامة، احفظها بقى سهل. قال حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي، أبوه اللي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، يبقى جده سيدنا عبد الله بن مسعود، عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي اللي هو عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجن ليلة تستمع القرآن. آذن يعني أعلم، من أعلم النبي أن الجن الآن يستمعون القرآن وقد جاءوك يا رسول الله، من الذي أعلمه؟ ومعلوم أن عين البشر لا ترى الجن على هيئته، ولكن لا نستبعد أن النبي يراهم لأنه رأى سيدنا جبريل على هيئته بعينه. فإذا كان رأى سيدنا جبريل والملائكة أعظم خلقة من الجن، يبقى لا يستبعد أن النبي رآهم بعينه، وإن كان بعض الصحابة أنكروا أنه رآهم بعينه وبعض العلماء أيضا، ولكن غير مستبعد، فالنبي رأى من آيات ربه الكبرى لا يستبعد. لكن الكائن اللطيف الذي لا يرى إذا أراد أن يعلمك شيئا، أن يعني يخبرك أو يكلمك، لازم يكلمك من خلال كثيف، يعني يجي لك من جهة كثيفة أنت تراها، فيكلمك من شجرة، يكلمك من عمود، يكلمك من جدار، فهمت؟ لابد أنه هو يعني يتكثف صوته من جهة، دي طبيعة الجن كده. قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، فقال حدثني أبوك اللي هو عبد الله بن مسعود أنه آذنت بهم شجرة. يبقى أعلمته شجرة، يعني الصوت جاءه من قبل شجرة، فعلم أن الجن حاضرون يستمعون القرآن. واضح؟ وكذا كل لطيف، والله لطيف من أسمائه اللطيف. فلما كلم سيدنا موسى كلمه إيه؟ من جانب الشجرة برضو، مش كده؟ يعني لما كلم سيدنا موسى كلمه من جهة كثيفة، لأن سيدنا موسى كثيف جسم، فلابد أن يسمع الشيء يجيله من جهة، لأن الجسم لا يستطيع أن يستوعب إلا ما جاءه من جهة، لأنه جسم متحيز. لكن الله صوته بلا جهة، فلابد أن يتجلى الصوت على جهة معينة حتى يخرج من جهة إلى جهة فيسمع. واضح؟ وعشان كده إيه، سيدنا موسى كلمه الله من الجانب الطور الأيمن من إيه؟ من الشجرة نفسه، لأنه لطيف سبحانه وتعالى، لطيف بعباده. ولكن ليس لطف الله معناه أنه موجات، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم المسألة؟ يبقى ما نقول كائنات لطيفة نقول عليها موجات، طب ما نقول ربنا لطيف ما نقدرش نقول عليه بقى موجات، لأن الله ليس كمثله شيء، لا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار. واضح المسألة؟ فلازم تلاحظ المراتب الصفات. نقول الجن لطيف،
الملائكة لطيفة، الله لطيف، دي لمعنى وهنا دي لمعنى وهنا لمعنى، كل على حسب مرتبة إضافته. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل إلا والتبوذكي، شيخ الإمام البخاري المنقري، منقري التبوذكي، قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي، جد مين؟ سعيد بن عمرو بن العاص. أنا عايز أفهمك بس إن الأسانيد دي عبارة عن أسانيد للصحابة على طول عن طريق الذرية، يعني إحنا خدنا الإسلام عن النبي والصحابة خدوه عن النبي ودول أولادهم، أولادهم دول أولادهم، أولادهم دول أولادهم، لحد ما دوه لينا إحنا وإحنا أولادهم. فهمت بقى المسألة؟ فأنت برضو ما هتروح منين؟ يعني أنت طلعت شطاني يعني؟ ولا ليك أب وأبوك ليه أب وأبوك ليه أب، لحد ما توصل هتلاقي واحد صحابي قاعد هو اللي خلف العالم دي كلها، واخد بالك؟ وهكذا، فالأمة كلها متصلة بعضها ببعض. فاللي يعيب في الصحابة بيعيبوا في أجدادك، فما يصحش تعيب في الصحابة، دول أجدادنا وأبائنا. حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي سعيد بن عمرو بن العاص، أخو عبد الله بن عمرو بن العاص. سعيد بن عمرو بن العاص ده حضر فتوح مصر في البهنسة، حضر فتوح مصر هو وأخوه عبد الله بن عمرو في صعيد مصر، وأبوهم عمرو بن العاص كان قاعد هنا ردءاً لهم مخافة أن يأتيهم أعداء من الشمال، ففضل هو قاعد هنا وأرسل خالد بن الوليد والفضل بن العباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ودرار بن الأزور، وأرسل بقى صحابة كثيرين إلى صعيد مصر بقيادة سيدنا خالد بن الوليد، معهم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، معهم أمان بن عثمان بن عفان، وهكذا. فكانوا أولاد الخلفاء موجودين، وأولاد عقيل بن أبي طالب، جعفر وعبد الله أولاد عقيل بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، كل دول كانوا موجودين في فتوحات مصر، أولادهم طالعين موجودين. عشان كده في بلاد كاملة، قرى كاملة في الصعيد يقول لك إيه قرية الأشراف، ليه؟ لأنهم منسبين إلى قريش طالعين منهم، هيروحوا منين؟ فهمت بقى المسألة؟ عشان تحترم أمة النبي كلها، أمة النبي كلها دي أمة محترمة، خير أمة أخرجت للناس ولو عصت ربها، أمة محترمة لأن هي أمة محترمة ولكن غير معصومة في أفرادها، لكنها مرحومة في مجموعها بشفاعة نبيها، لأن ما من مسلم يعصى الله إلا وندمان على معصيته والندم توبة، فما من مسلم إلا وتلاقيه تائب بالندم إن لم يتب بالفعل، ثم يكمل الله له صحة توبته بشفاعة نبيه، فتبقى أمة مرحومة في الآخر، فلا يحتقر مسلم مسلم أبدا، دي أمة كاملة عالية. لكن للأسف أعداء الإسلام هزوا ثقتنا في نفسنا، فبدأنا نحتقر بعضنا البعض ونسب بعضنا البعض ونسخر من بعضنا البعض، فهن على أنفسنا بعدما هن على أعدائنا للأسف. فلازم تصحح بقى هذه المفاهيم تاني، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة. قال أخبرني جدي، قلت لك جده مين؟ سعيد بن عمرو، سعيد بن عمرو ابن سعيد ده أخو عمرو بن العاص، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه، لوضوئه بفتح الواو هكذا، يعني ما يتوضأ به، لماء وضوئه. أما يقول لك لوضوئه يعني لماء وضوئه، والإداوة عبارة عن إناء صغير يوضع فيه الماء، لوضوئه وحاجته،
يعني ليستنجي به إن أراد أن يقضي حاجته، أو ليتوضأ به إن أراد وضوءا، أو ليشرب منه إن أراد شربا، يعني شايل معاه ماء النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: أبغني أحجارا أستنفض بها. أبغني أحجارا أستنفض بها، أي أستنجي بها. وعلشان كده الحديث ده مذكور قبل كده في باب الاستجمار والاستنجاء في أيام ما كنا بنقرأ في الطهارة في الأول خالص. أبغني أحجارا أستنفض، يعني أستنجي بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، وما تجيبليش عظمة ناشفة ولا روثة، يعني ما يخرج من الحيوان وقد جف صار كالحجر، لا تجيب دي ولا تجيب دي. ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه. في رواية: حتى وضعتها إلى جنبه. ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ لماذا قلت يا رسول الله ولا تأتني بروث ولا بعظم؟ ما بالها؟ لماذا هذه؟ قال: هما من طعام الجن. هما، يبقى العظام والروث من طعام الجن. الروث علف لدواب الجن، يعني الجن ليها دواب زي ما لينا احنا دواب، ودواب الجن لا نراها كما أننا لا نرى الجن. وعظام، والعظام طعام للجن، يعني انت ما تاكل وترمي العظمة الجن يجي ياخدها يجد عليها لحم يأكله، واضح؟ بس لحم لا تراه أنت، لأنه هو كما أنك لا ترى، لا ترى طعامه. أصورها لك بطريقة علمية واضحة علشان يعني إذا كان عقلك عليل. أي شيء كثيف يكون محاط بموجات، واضح؟ أي شيء كثيف يكون محاطا بموجات تناسب كثافة هذا الشيء الكثيف. فإذا كان معدن فتلاقي الموجات المحيطة به تختلف باختلاف المعدن، وإذا كان شيء مائع تبقى الموجات بتاعته تختلف باختلاف كثافة هذا المائع. مائع يعني سائل، يعني ليكويد، يعني فلويد، واضح؟ ده مائع. وجامد يعني صلب، يعني سوليد. كل شيء من هذه الأشياء تبقى حواليها موجات. حتى أنت نفسك يا إنسان تلاقي محاط بهالة من الموجات، تختلف الموجات المحيطة بيك باختلاف كل إنسان، يعني كل إنسان ليه موجات خاصة بتاعته. حتى إن الناس تلاقي المتنافرين بمجرد أن يقعد جنبه من غير ما يشوفه يلاقي جسمه كده تقبض منه، لأن موجات دي مش مناسبة، مش راكبة مع موجات دي، تحصل قلق كده، تلاقي نفسك قلقت. قلقت ليه؟ مع انه ما تقربش، لان موجاته متنافره. اللي هو النبي يقول الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، واخد بالك؟ في واحد يقول لك: ايه ده، انا بشوف فلان ده جتتي تتعفرت. مش المصريين ساعات يقولوا الكلمه دي؟ لان موجاته متنافره معاه بس. فيبقى كل انسان له موجات، وكل أيضا جماد كثيف له موجات تناسب خلقته. حتى قالوا أن الإنسان الموجات المحيطة به منفردة به لا تتكرر في إنسان آخر، وأن موجات كل إنسان تختلف باختلاف حالته النفسية. ما يبقى فرحان تبقى ليها شكل، أما يبقى زعلان تبقى ليها شكل، أما يبقى جعان يبقى ليها شكل، أما يبقى عطشان ليها شكل، وهكذا. فشفت بقى خلقة الله عظيمة ازاي، متينة. فالمسألة مش سهلة، لدرجة ان هم
اخترعوا أنواع من الكاميرات تستطيع أن تصور الموجات المحيطة بهذا الإنسان، وأنها تمكث هذه الموجات في المكان بعدما ينصرف الإنسان وتظل في المكان لا تتغير، ولكن تتشابك الموجات بعد دخول غيرها في نفس المكان، لكن تظل موجودة. فجابوا كاميرات وصوروا الإنسان بعدما انصرف من خلال تصوير موجات، وده موجود في العلم يعني الحديث، يعني دي أشياء ليست تخاريف، دي أشياء واقعة. يبقى اللحم اللي بيبقى على العظم ده كثيف، حوله موجات لحمية تناسب هذا اللحم. شلت انت اللحم كلته بقى، لسه الموجات حوالين العظمة موجودة. الجن موجات، تاكل موجات، تقوم تاخد العظمة تمصمص تشبع، فتجدها أوفر ما فيها من لحم، يعني لحم يناسبها. فهمت بقى المسألة؟ كلام النبي دقيق واضح، تجيبه بالعلم يمشي، تجيبه بالإيمان بالغيب يمشي، تجيبه بالحقيقة تلاقيه منضبط، تجيبه بالمجاز تلاقيه منضبط. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نستنجي بالعظم، لأن لو استنجينا بالعظمة جبنا عليها نجاسة، يقوم يجي الجن ياكلها يقرف منها، نجستها له يقوم يزعل منك، يبقى حتى العفاريت مش عارفة تعيش معاك. فهمت بقى ازاي؟ فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إننا نحترم طعام الجن فنتركه نظيفا غير متنجس. كل ده أدب عشان تعرف ازاي تتأدب مع الأكوان. علمنا نتأدب مع الحيوان، نتأدب مع النبات، ونتأدب مع الجماد، ونتأدب مع الجن، ونتأدب مع الملائكة. يعني عشان نتأدب مع الملائكة قال لنا ما تاكلوش ثوم وبصل، حاولوا تستعملوا الطيب، حاولوا تهووا بيوتكم، ما تخلوش بيوتكم رائحتها كريهة حتى تدخلها الملائكة، لأن الملائكة تحب تدخل مع كل الأكوان صلى الله عليه وسلم، لأنه هو رحمة الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا أبي هريرة هنا بيسأل، فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين. ودي مدينة، قيل أن في مدينة في الشام اسمها نصيبين، ومدينة في الجزيرة ما بين الشام والعراق اسمها نصيبين، وفي مدينة قرب اليمن اسمها نصيبين، ويبدو أن هي اللي هي قرب اليمن. وكانوا يهود على فكرة، جن نصيبين دول كانوا يهود، لما جم بعد كده أسلموا. وإنه أتاني وفد جن من نصيبين، ونعم الجن، يعني كانوا عقلاء، كانوا عرفوا إزاي يستمعوا، وعرفوا كيف يستفيدوا، وعرفوا كيف يسألوا عن لأقوامهم. فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما أو طعما، يعني شبعا. يعني عشان كده النبي علمنا أداب مع الجن، إنك أنت لا تلوث طعامهم كويس، ولما تيجي تبول لا تبول في إيه، في الحفرة أو نقرة بين الأحجار، لأن دي بيوتهم بيعيشوا فيها، فتبقى الجنية طول النهار قاعدة تنظف، تيجي انت تقول لها جوا بيتها تزع. فهمت بقى ازاي؟ فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه انسان يبول في ايه، في حفرة، في الحفر اللي هي بتبقى بين الصخور، لان هم يحبوا يعيشوا هنا، فما فيش داعي انك انت تأذيهم في بيوتهم. واضح؟ كل دي اداب مع الجن تعرفها. ونهانا اننا نرد الماء ليلا، لان استأذنوا النبي قالوا أننا نريد الماء كما أنكم تريدون الماء، فنهانا أن نرد الماء ليلا، وقال هو لإخوانكم من الجن. يبقى الجن يروحوا المية ياخدوها بالليل، وإحنا بالنهار نروح للمية ناخد حظنا من المية. وعشان كده كان زمان جدتنا لما تيجي تروح البحر بالليل تقول لك إيه، اوعى الجنية مش عارف، فده كل ده جايبينه من ثقافة إسلامية،
رسخت في أذهانهم، لأنه كانوا آبائهم علماء بيفهموهم. بيقول له يا ولد ما تروحش البحر بالليل، تنزل البحر بالليل لحسن إيه، تأذي كده الجن، لأن مش من الأدب. والوقت تروح في اسكندرية في المصيف تلاقي الناس ينزلوا طول الليل، حتى الجن المصريين مش عارفين يصيفوا معانا، فما يصحش. خد انت الشط يا سيدي بالنهار انت واسرتك، وسيبهم بالليل يصيفوا. الجنية جاية جايبة القمرية بدل ما انت جايب الشمسية، وتحطها وتجيب العيال وعمل لهم سندوتشات، وعايزة تقعد العيال يبلبطوا شوية، تقعد انت تنكد عليها يا بني آدم. ما يخافوا منك لانك انت انسان كثيف قوي وهم ضعاف، فيقوموا يضطروا بقى ما يروحوش البحر. يبقى انت كده أذيتهم، فلازم تراعي الآداب، تراعي آداب حياة بيننا وبين الكائنات كلها. فلازم نرجع لأدبنا الإسلامية المحترمة، فما تبقاش الحكاية فكاهة بقدر ما هو أدب، لأن مراعاة الأدب في الأنفاس هذا هو تعريف التصوف. يقول لك لكل نفس أدب، فإن راعيت الآداب في الأنفاس كنت صوفي. والصوفي هو الذي صفى حاله مع مولاه، واضح؟ فلا بد انك تراعي الاداب مع الانفاس، كل نفس ليه الادب بتاعه، كويس؟ نفس طاعه الادب بتاعه ايه؟ ان تتبر من حولك وقوتك وتنظر الى فضل الله عليك. نفس يعني ظهر منك شيء، ظهر منك طاعه تقول اه والله ده مش مني، ده من توفيق الله، تقوم تنسب الخير لاهله. ظهرت منك معصية، يبقى النفس المطلوب الأدب معاه إيه؟ التوبة. بس الأدب بتاعه الشكر على النعمة. إيه النفس الأدب معاه؟ الصبر والرضا بفضل الله. يبقى إيه هو الأدب؟ أن تصبر، أن تصبر على الناس وتحلم عليهم وتستر تستر معايبهم وتعين ضعفهم وتدعو لعصيهم وتنصح لهم، وهكذا في أدب لكل نفس أدب. جاء وقت الذهاب للماء أختار النهار، ما روحش في الليل، لأن الأدب على أساليب حياة غير المسلمين. غير المسلمين ما يعرفوش إلا ظاهر الحياة الدنيا، تيجي تقول له كده ما يعرفش أو يضحك لأنه لا يؤمن بالغيب، مش كده برضو؟ لكن المسلمين لا، المسلمين يؤمنوا بالغيب ويعرفوا إن في أمور غيبية، وإن في جن وفي ملائكة وفي جنة وفي نار وفي بعث وفي نشور وفي سؤال القبر، وإن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وإن في ميزان وفي بعث وفي نشور وفي صراط مستقيم. عارفين الحاجات دي كلها، لكن غير المسلم بينكر الحاجات دي كلها، واضح؟ فيبقى لازم المسلم يكون حياته وفقا لإيمانياته، لأن الفرق بينك وبين غير المسلم الإيمان بالغيب، وإلا لولا الإيمان بالغيب ما كنتش هتبقى مسلم. اقرأ القرآن كده من أوله، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ايه؟ يؤمنون بالغيب. اول حاجه، اول حاجه في علامات المتقي انه يؤمن بالغيب. بعد ما يؤمن بالغيب بقى هيصلي وهيصوم ويؤمن بالرسل وبالانبياء وبكتب الله عز وجل ويؤتي الزكاه، كل ده نابع عن الايمان بالغيب. فاصل المساله كلها الايمان بالغيوب. باب إسلام أبي ذر، اللي هو سيدنا جندب ابن جنادة أبي ذر الغفاري من بني غفار من اليمن. وسيدنا أبي ذر الغفاري حضر فتوحات مصر رضي الله عنه وأرضاه، وكان مع جيش سيدنا خالد بن الوليد في فتوحات صعيد مصر. سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، هم الجبال، الصحابة دول هم الجبال، فسل عنهم مصادمهم كم رأى منهم في كل مصطدم.
كان الواحد من دول يخش على الألف يجندلهم. أما تعرف الغزوات كيف كانوا، جبال الواحد فيهم جيش رضي الله عنه وأرضاه. وإحنا قرينا في فضائل الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يأتي زمان يلتقي المسلمون مع أعدائهم فيقولون هل فيكم ممن صحب النبي، فإن كان فيهم ينصرون به كده برضو. ثم يأتي زمان فيقال هل فيكم ممن رأى من صحب النبي، فإن كان فيهم انتصروا عليه. ثم يأتي زمان فيقال هل فيكم واحد ممن رأى من رأى أصحاب النبي، فيقولون نعم فينصرون به. ودي بركة الإسناد، بركة الإسناد بالرؤية وباللقاء. فربنا سبحانه وتعالى يجعل إسنادنا باللقاء والرؤية، لأن نظرة النبي بتنتقل من خلال هذا المنظور إليه إلى ذريته وإلى الأجيال. وعشان كده ربنا أمرنا نقول للنبي إيه؟ وقولوا انظرنا واسمعوا، اللي هي الناس العوام يقول لك نظرة نظرة يا رسول الله. مش ربنا بيقول له ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا؟ والكلام هنا موجه لكل مسلم، لأن نظرة النبي تجعل الكافر الشقي سعيد ولي، تحوله من الشقاء والكفر إلى الولاية والسعادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا تحت نظر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم دنيا وأخرى. باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. وعنه به قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وده كان في بداية البعثة برضه، كان حتى لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه، أخي أنيس أخو سيدنا أبو ذر، أخوه اسمه أنيس وكان شاعر. فلما بلغوا أن في نبي ظهر والنبي مع نبي يخبر بالكلام والشاعر خبير، ليه اللي بيقولوا عليه نبي ده؟ فبعت أخوه خبير في الكلام عشان يسمع كلام النبي، يشوف ده كلامه ايه، هل دي كهانة، هل ده شعر، هل دي لباقة، ولا دي حاجة غير معلومة لا يستطيعها بشر فتكون وحيا. قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي اللي هو مكة فاعلم لي علم هذا الرجل يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم ائتني. فانطلق الأخ، في رواية فانطلق الآخر مكان الأخ تمشي حتى قدمه، يعني قدم الوادي اللي هي مكة، وسمع من قوله اللي هو قول النبي كلامه، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال ما شفيتني، ما ريحتنيش برضه، مش هي ده اللي انا عايزه، مما اردت. فتزود وحمل شنه له فيها ماء، قال انا اروح انا بقى، انا اللي احضر واسمع بقى. في الطريق وحمل قربه خالقه، ما يسموها شنه، قدم يعرفه وكره أن يسأل عنه. قالوا له خد بالك أما تروح مكة ولو سألت على النبي من أهل مكة وطلع كافر هيأذيك، وهو ما يعرفش
ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل، لحد ما قال ليل عليه فرآه. في رواية فالضجع، فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه. سيدنا علي لما رأى غريب والدنيا ليل والراجل قاعد ملوش بيت، فقال له اتبعني هيستضيفه عنده، على عادة العرب انها تستضيف الغريب 3 ايام. فلما رآه تبعه، لانه قال له انطلق معي الى المنزل عشان يعشيه ويأكله يبيته، وبعدين يعمل معاه كده 3 ايام، بعد كده يبقى هو حر نفسه. اسأل واحد منهما صاحبه، فضل ماشي ورا سيدنا علي خايف يسأل سيدنا علي عن النبي، وسيدنا علي مش عايز يسأله على حاجة لأنه عايز يقوم بحق الضيافة. فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه في مكان في المسجد كده عايز ينام، فمر به علي في الليلة الثانية برضه، فقال أما نال للرجل أن يعلم منزله؟ أما نال يعني أما آن، أما آل، أما نال، كلها بمعنى واحد، أما نال، أما آن، أما آل، كلها بمعنى واحد، يعني ألم يأتي أوان معرفتك المنزل الذي استضفتك فيه فتأتيني لأضيفك؟ فهمت؟ فقال أما نال للرجل أن يعلم منزله، فأقامه عنده برضو الليلة دي، فذهب به معه ليسأل، لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث، وممكن تقول حتى إذا كان يوم الثالث بضم يوم على أن تبقى كان تامة، يبقى يوم هنا فاعل، ولو قلنا الظرفية تمشي، أو تبقى أنها خبر لكان الناقص، حتى إذا كان يوم الثالث، فعاد، في رواية قعد مكان فعاد، علي على مثل ذلك، وقالوا تالت ليلة برضو نفس الحكاية، فأقام معه ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني، وفي رواية لترشدني بنون واحدة مشددة، في رواية بنونين لترشدنني بنونين، روايتين صح، فعلت. ففعل يعني سيدنا علي عاهده انه مش هيقول للحد، فأخبره، في رواية فأخبرته، قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فاتبعني، فإذا أصبحت، وتنفع أصبحت، فإذا أصبحت أنا يعني اتبعني، أو فإذا أصبحت أنت اتبعني، تنفع الاثنين، فاتبعني يعني امشي ورائي، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء. سيدنا علي قال له طيب أنا بكرة حوديك مكان هذا الرسول فتتبعني، ولو شفت أي شيء ان انا واقف كده اريق الماء يعني اتبول لحد ايه ما الناس اللي هيجي منهم الضرب، واضح. وفي روايات تانية اني اصلح نعلي، يعني اما حقف كاني اريق الماء او اني اصلح نعلي، فلو وقفت دي علامة ان في شر، استر، واضح. فاذا اصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت ففعل، فانطلق يقفوه يعني يتبعه حتى دخل على النبي
صلى الله عليه وآله وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه، يعني في الحال لما سمع بقى كلام النبي لأن الكلام ده ليست هيئة كذاب، أنوار النبوة واضحة فيه وصدقه في لهجته واضح، وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك اللي هي بني غفار في اليمن فأخبرهم أنت دلوقتي أمنت على نفسك وأسلمت، ارجع إلى قومك وامكث عندهم حتى يأتيك خبر أنني انتصرت على أعدائي وأمنت في مكاني فأتني بعد ذلك. كأنه فهم أن كلام النبي اذهب إلى قومك هذا أمر إرشاد وليس أمر وجوب، لو كان أمر وجوب خلاص يسمع الكلام، لكنه كان أمر إرشاد ونصح له وليس أمر شرعي، لأن الصحابي لا يخالف الأمر الذي فيه وجوب أو فيه استحباب من حيث الشرع، لكن قد يختار الأمر واضح. قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها، يعني أرفع صوتي وأقول في وسط الكفار كلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله بين ظهرانيهم، يعني في جمعهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه على الأرض، يعني وركبوا فوقه يضربوا فيه. وأتى العباس، سيدنا العباس بن عبد المطلب دخل لقى قريش ملمومة حوالين واحد غريب بيضربوه، فدخل كده لقى من بني غفار، قال لهم ده قبيلته قبيلة كبيرة وتجارتنا بتعدي عليهم، انتوا كده هتوقفوا تجارتنا، ايه اللي بتعملوه ده؟ انتوا كده مش هيبقى في تجارة في جهة اليمن خلاص، وكل أموالكم اللي جهة اليمن هتضيع. فحجز عنه سيدنا العباس، وأتى العباس فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تياركم إلى الشأم، فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه، برضو نفس الحكاية. وقصة إسلام سيدنا أبي ذر ليها قصة طويلة تانية في إيه؟ في صحيح مسلم، فيها تفصيل غير دي، لأن دي قصة فيها نوع إيه؟ اختصار، لأن الإمام البخاري كان يعني مذهبه جواز اختصار الحديث، لكن في صحيح مسلم جايبها طويلة تانية في فضائل زمزم، إن هم لما أكبوا عليه وضربوه مرض مرضا شديدا بسبب الضرب، ومكث بجوار الكعبة لا يجد طعاما إلا زمزم حتى تماثل للشفاء، فذهب للنبي بعدها وقال له يا رسول الله والله مكثت أياما طويلة وليس لي طعام إلا ماء زمزم ولم أجد مسحة جوع وتكسرت عكن بطني وتخن كمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنها مباركة، إنها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.